ولكن البداية مع تصرف ميليشياوي على أيدي عناصر أمنية رسمية كادت عواقبه تكون وخيمة لمجرد زمور يضاف إلى سجل المواكب الأمنية ويوضع برسم السلطات السياسية والأمنية في آن. فقد تعرض مرافقا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب بالضرب للمواطن شليطة أنطون جبرايل أمام مسمع ومرأة ديب من دون أن يحرك ساكنا. بينما كان متوجها على طريق رابية لملاقاة والده الذي أدخل على عجل إلى المستشفى، تعرض المواطن شليطة أنطون جبرايل للاعتداء بالضرب على يد مرافقين لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب. كلش أنا مسرع على الطريق، صرت زمر على المفرق، كان في عجل سير عم زمر وماشي، ما بلاقي غير اثنين نزلوا بتياب الأمن الدولة بيصرخوا ولا يا أخو الكذا وقف بأرضك ولا عم بتزمر. ما نط طلعت على المرايه ما فكرت لمين ما بعرف، ضليت نازل ما لقيته غير لقم فرده وقال لي اذا بعد بتقرب قتلينك. وقفت انا ساعتها بارضي هون على على اليمين، نزلوا واحد اجى علي من هون من الباب ملقم فرده، حط فرده براسي حط فرده براس ونزل فيه خبيط، واجى الثاني من ثاني ميله في عندي انيد سبراي مليانه لكيف متعوجه على راسي وعلي. حكمت ديب ورجع هو بالسياره مع شوفيره ووقف هون، وقلت له بالحرف الواحد، قلت له يا حكمت ديب نحن كنا نركض معك بالتيشيرت، نحن نتظاهر مثل ما كنا ناكل قتله، مثل ما انت صارت فيك انا عم باكل قتله، عم تكوونا بزيت الكويه اللي كنا نكوي فيه. طلعوا بالسياره وضلوا فلين، اخذوا لي مفاتيح السياره وبقشطني تذكرتي وبيلعني وبيسبني وبيبهدلني وبعرف عن حالي، بقول له انا من ضيعه فلان في العميد قائد هيدا عنا، بعرف عن حالي بيسبني وبيسب الدوله وبيسب كل شيء وما فرقني معهم شيء. زلمه مجوز عنده ولدين ما بيفكروا كيف بعرف، بقولوا دوله وبدكم دوله بدكم انتخابات ونزلوا مظاهرات وبلوطه، وين وين زلمه عنده ولدين؟ اذا مات شو كنا عملنا؟ جبرايل روى كذلك انه عندما تقدم بشكوى لدى سريه درك المنطقه ابلغوه ان تهمته هي الاستفزاز بالزمور. نزلت على الدرك ما نزل حدا، قلت لهم عم بقول له قلت له بس حدا نزل يعتذر مني، ما نزلوا ما طلعوا، قال لي قال قال لي الدرك بدك جيب لك مفاتيحك وتذكره، قلت له يا خي انا زلمه ما بدي يتعدوا علي، تذكرتي معي رقمي واسمي كل شيء صاروا معي، انا بدي احفظ حقي يمكن يلطولي على الطريق يمكن بعتولي حدا. وتساءل جبرايل عمن يحمي المواطن في هذا البلد.